هذا السؤال عن الحبس المعقب كيف يزكى؟ الجواب أن الحبس مختلف فيه، هل ينتقل عن ملك صاحبه أو يبقى في ملكه؟ فذهب المالكية إلى أن الحبس يبقى في ملك صاحبه ولا ينتقل عنه، فالمحبس هو الذي يملك العين المحبسة حتى لو مات، فهذا استثناء من خراب ذمته، فالإنسان إذا مات خربت ذمته، لم يبقى له ملك ولا حيازة ولا اختصاص، ويستثنى من ذلك الحبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، وصدقة الجارية هي الحبس. وعلى هذا فإن زكاة الحبس هي على المحبس ما دام حيا، ثم على ورثته بعد ذلك إذا عرفوا ذلك وقدروا على زكاته. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة أن الحبس ينتقل ملكه إلى الله جل جلاله، فيزول عنه ملك المخلوقين كالمساجد والمنافع العمومية، حتى لو كان حبسا على أشخاص فهو ملك لله، وعلى هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه هو زكاة. ومذهب الشافعية والحنابلة أن الحبس ينتقل ملكه إلى المحبس عليه، فالمحبس عليه لا خلاف أنه يملك الغلة، لكن هل يملك العين أيضا؟ هذا هو محل الخلاف، فعند الشافعية والحنابلة يملك العين. وتظهر ثمرة الخلاف بين المذاهب في أمرين: الأمر الأول إذا كان المحبس مالا مزكا تجب فيه الزكاة على من تكون زكاته، فعند المالكية زكاته على المحبس وورثته بعده، وعند الحنابلة والشافعية زكاته على المحبس عليه، وعند الحنفية لا زكاة فيه أصلا. وكذلك المسألة الثانية إذا كان المحبس أمة مثلا فلمن ولايتها في النكاح؟ فعند المالكية ولايتها للمحبس وورثته بعده، هم الذين يلون نكاحها، وعند الشافعية والحنابلة ولايتها للمحبس عليهم، وعند الحنفية ولايتها للقاضي لأنها مال عام لا تختص لا يختص بها. فإذن هذا ما يتعلق بالحبس المعقب. والاحتياط أن يخرج الإنسان زكاته إذا كان نصيبه منه نصابا أخذا بأشد الأقوال، لأن الأخذ بالأشد هو الاحتياط في الدين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وحديث عمر هو أصل هذا الباب، وهو أنه قال: يا رسول الله إن سهمي الذي بخيبر هو أحب مال إلي تأثلته، فمرني أجعله فيما أراك الله. فقال: إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها غير أنها لا تباع ولا تهب ولا تورث. فهذا أصل الوقف، فإنه حبس أصله أي جعل أصله محبوسا على ملكه هو، هذا تفسير المالكية. وسبل منفعتها أي جعلها في سبيل الله. فالمالكية يستدلون بهذا الحديث على أن الحبس يبقى ملكا للمحبس حتى لو مات.